الشيخ سامح عبد الحميد الداعية السلفي وهو من أبناء الإسكندرية. شيخ سامح مساء الخير. اهلا استاذ عمرو، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك يا فندم. شيخ سامح، شفت هذه الخطوة إزاي؟ يعني في ناس كتير معترضة على يعني هذا الموضوع، وفي ناس أيضا قالت لك ما دام فيها منفعة عامة للناس فما فيش مشاكل، المساجد كتيرة يعني. هو في الحقيقة هنا الأهالي عامة يعني متقبلة الأمر، لأن الحكومة بتوسع لهم الطريق، وإذا كان المسجد فيه خدمة للبلاد والعباد ومصلحة المسلمين فأيضا توسعة الطريق وإقامة محور كبير كل ده خدمة للمسلمين بلا شك. نعم. والمساجد كتيرة، ووكيل الأوقاف بالإسكندرية وعد الناس بإقامة عدد كبير جدا من المساجد الحديثة ذات الطراز الحديث اللي فيها دار مناسبات وفيها مركز تحفيظ وفيها رعاية صحية وفيها أنشطة للشباب. فبلا شك يعني الدولة مش عايزة تجلب يعني تضيق الناس عليها وتهدم المساجد، يعني دي مش من مصلحة الدولة، ولكن فعلا المساجد التي تم هدمها هي مساجد فعلا تعرقل الطريق في ترعة المحمودية وفي شريط القطر على حرم القطر. فيعني ديت ليست كما يصورها بعض الأتباع المورضين على المشنعين على مصر إن دي حرب على الإسلام ودي هدم المساجد. ما فيش هدم، مصر ما شاء الله احنا عندنا في الإسكندرية هنا عدد يعني يكاد يكون ما فيش شارع إلا وفي كذا مسجد، يعني تحت العماير مساجد كتيرة. فيعني ليست حرب على الإسلام، مساجد كتيرة ومتوفرة، والإنشاءات الجديدة للمساجد ما زالت مستمرة. مش هيأثر في اسكندرية هدم 12 مسجد أو 20 مسجد أبدا، يعني ده دولت ما يجوش في كام شارع ال 20 مسجد دول. وبعدين المساجد ديت فعلا يعني حضرتك شفت الصورة اللي هي المسجد النهاردة الإخلاص ده اللي هو في غيط العنب ده فعلا في وسط الطريق ومضايق الناس، وفي غيره مساجد كتيره وحيبين غيرها. فتصوير الامر في بعض القنوات ان هو حرب شعواء على الاسلام وهدم، ما فيش هدم مساجد ولا حاجه وما فيش حرب ولا حاجه، دي حاجه على حرم الطريق. والخطه الجميله اللي هي دفعت فيها الدوله فلوس كتيره وانشاءات جهد الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه بسد يعني تغطيه ترعه المحمود، دي امل كنا بننشده من زمان، لان ما كناش بنعرف نمشي في الحضره الجديده ونمشي في مناطق كتيره من الاسكندريه بسبب الترعه وما فيها من مخلفات، والناس بترمي ازاي الناس هتشرب ميه كده. فكون احنا يجي لنا توسعه ويجي لنا يعني توسعه للطريق وانشاءات حديثه ومساجد حديثه فدي حاجه جميله، دي خدمه للاسلام بلا شك. فالدوله بتعمل لخدمه الاسلام مش ضد الاسلام ومش حرب على الاسلام ولا حاجه. هو كم مسجد يعني للاسف استاذ سامح، يعني بعض القنوات المعادية للدولة المصرية استغلت الأمر وعاملة حملة وبتقول إنه في مجزرة لهدم المساجد و و و إلى آخره، وكأنه يعني حالة تربص كبيرة جدا بمصر والمصريين. لا هو بصراحة يعني مبالغة في الكلام، أنا بقول لحضرتك يعني مثلا مش 20 مسجد هم اللي هيأثروا في اسكندرية، اسكندرية دلوقتي العماير فيها الأبراج الجديدة وكأنه كل برج الناس بتفتح فيه مسجد كبير ومسجد ضخم ومسجد مجهز، فمش 20 مسجد اللي هيأثروا في محافظة ضخمة أهو العاصمة إحنا الثانية بنعرض زي دلوقتي اسكندرية. صور، بنعرض فيديو لمسجد بشاير الخير 2 اللي كان اسمه غيط العنب زمان، يعني مسجد كبير جدا ويا رب يتملي بالمصلين يعني. هو ومسجد الإخلاص على فكرة ما كانش كبير، هو المأذنة اي نعم كبيرة انما المسجد نفسه مش كبير ولا حاجة، مش يعني كبير. مش ما هو يعني المسجد مش كبير. المشكلة لما الحكومة المصرية تبني مساجد يقول لك بتبني مساجد، لما تهد مساجد لمنفعة عامة يقول لك بتهد مساجد، يعني مش عارفين. صحيح، يعني مثلا مسجد ضخم زي الفتاح العليم يقولوا ليه أيوه الفلوس دي كلها مبنية في المسجد، صح زي ما حضرتك بتقول، وليه مثلا الدولة ما بتجيب الناس فقراء وتبني مساجد في العاصمة الجديدة، ولما الدولة بتهد مسجد عشان مصلحة الناس فتلاقي التشغيب والتشويه مصر سواء على أي حال مش عاجبهم حاجة، يعني في السنوات الطويلة ديت القنوات المعادية وكأنها مش شايفة أي خير في مصر ولا أي تقدم ولا أي رفاهية ولا مثلا توفير البنزين والسولار ومنظومة الخبز، ولا شايفة يعني المشروعات العملاقة اللي بتحصل. هم شايفين المسجد دوت أكنه هو حرب على الإسلام، يعني هدم مسجد صغير مسجد مش كبير أكنه بقى الدولة بتحارب الإسلام، وده طبعا يعني كذب واضح. أنا بشكرك شكرا جزيلا للشيخ سامح عبد الحميد الداعية السكندري السلفي.